حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى، الحكومة تقرر منع التجمعات تماشيا مع تحذيرات الصحة من موجة ثانية لكورونا. في صحيفة الزمان نطالع، هجمات لداعش في ديالى والأنبار والحشد يخسر 5 مقاتلين. وقد عنونت العربي الجديد، حزب العمال الكردستاني يتموضع في سنجار وتوقعات بتسويف اتفاق تطبيع في سنجار. في الاتحاد الإماراتي، فشل مرشحي المجلس الرئاسي الليبي في الفوز بمرحلة التصويت الأولى. وعنونت الشرق الأوسط، إيران تتراجع عن شرط الخطوة الأمريكية أولا وتطلب وساطة أوروبية. أما في القدس العربي، واشنطن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي. أخيرا في عنوان الخليج الإماراتي، لائحة اتهام الديمقراطيين الموجهة لترامب تتضمن الخيانة غير المسبوقة. نبدأ من صحيفة واشنطن بوست التي ذكرت أن بدأ السلطات الحكومية في العراق بإغلاق مخيم جدعى 5 في محافظة نينوى تدريجيا، قد ترك الآلاف من النازحين في صراع للبحث عن مأوى. ونقلت الصحيفة عن سكان المخيم ممن أخطروا بضرورة إخلاء المخيم قولهم إنهم فكروا بالانتحار لضيق السبل أمامهم، في حين ذكرت الصحيفة الأمريكية أن بعضا ممن خرجوا من المخيم اعتقلوا في نقاط التفتيش. بعد 3 سنوات من هزيمة التنظيم في العراق، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين عالقين في مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد، غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأنه لم يعد لديهم أي سكن هناك، أو لأن الروابط العائلية مع أي عضو في داعش تتركهم عرضة للخطر. ووعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحل أزمة النزوح من خلال إغلاق المخيمات العراقية وإيجاد طرق لإعادة دمج سكانها في المجتمع الأوسع، لكن وتيرة إغلاق المخيمات الأخيرة أثارت قلق الجماعات الإنسانية التي تقول إن السكان لا يتلقون في كثير من الأحيان إشعارات لوقت كاف يجعلهم يتحضرون لذلك. وتقول بعض المنظمات إن الإشعارات التي كانت تصل قبل أشهر من الإغلاق أصبحت الآن على بعد أيام فقط، مما جعل الكثيرين غير قادرين على العثور على ملاذ آمن، وفي بعض الحالات إجبارهم على النوم في نواصي الطرق أو على أسطح المنازل تحت المطر. وقال سكان المخيم إن قوات الأمن دخلت المنشأة التي يقطنها 7000 شخص وطلبوا من العائلات النازحة من 3 قرى في المحافظة المغادرة أو طردهم. وأضافت الصحيفة أنه مع إغلاق مخيمات النازحين في العراق أعرب العشرات من السكان عن الرعب والقلق بشأن مستقبلهم غير المؤكد. وذكرت الصحيفة أن كثيرا من النازحين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة للوصول إلى خدمات الدولة خارج المخيم. من يدقق في وجوه المغتالين وأسمائهم بالعراق منذ عام 2003 وحتى اليوم يجد الغالب منهم شعراء وكتابا وصحفيين وباحثين وأكاديميين وناشطين مدنيين. وقد دخلت أولى موجات الظلام المسلح إلى العراق من حدوده الشرقية، ثم أخذ الظلام يتكثف حتى صار حامل كاتم الصوت. حتى صار هذا الحامل لكاتم الصوت لا يعنيه الكاتم عند التنفيذ، لأن حامله أصبح سلطة على السلطة، وهذا ما ذكره رشيد الخيون في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية. ميليشيا قست بالهيمنة والقتل منذ 9 أبريل عام 2003 جابت سياراتها الشوارع المقفرة تتصيد أهدافها وتعيد ممتلكات زعيمها،
حتى اقتصر الهدف بإعادة معمل طحين وبستان على دجلة. دخلت موجات ظلام من الحدود الغربية وعاثت بالبلاد تفجيرا واغتيالا، ومن يحتفل بهم اليوم علانية كأبطال كانوا ينضمون إدخال الظلام المسلحة بعد الإشراف على تدريبهم بالشام. وهنا سقطت المذهبية، تلغى العناوين تحت جنح الظلام، لا يتميز الفيل عن النملة. تلك العبارة قالها هولاكو وهو يهم باحتلال بغداد بعد أن غفلت الخلافة عن الخطر الداهم، وظل الخليفة يسمع شعوذات منجمه سليمان شاه. إن فحص ما جرى من قبل الظلام المسلح وإشهار ما سفكه من دماء يكفي لتحويل الطائفية إلى مجرد فخ للعراقيين. الظلام يتوحد وكل يأخذ حصته من الدماء، التكاتف لقتل أي حامل شمعة أو سراج. ما زال الظلام المسلح يلعب لعبة الموت، كل متظاهر سقط برصاصه يمثل النور المسالم. شباب أفجعهم الجهل واليأس يحكمون من قبل جماعات لا تميز بين الأعراس والمآتم. هذا ودعا الكاتب العراقيين إلى التدقيق جيدا بوجوه المقتولين والمخطوفين والمقتولات والمخطوفات. ستفجعكم، بحسب تعبير الكاتب طبعا، ستفجعكم هيمنة الظلام المسلح الذي أصبح مسوغا بالممانعة والمقاومة، مسوغا بهما وهما كذبتان من تصدير المفاهيم والرايات. ليس العراقيون وحدهم من سينتظرون بايدن طويلا أملا في أن يفتح ملف بلدانهم ويحل العقد المستعصية فيها، سينتظره العالم كله والشرق الأوسط خاصة، لأن أولى أولوياته هو الداخل الأمريكي وأزماته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. مثنى عبد الله قال في صحيفة القدس العربية أنه مع ذلك فستبقى ملفات منطقتنا قيد البحث، ولا سيما ملف العراق الذي تأبطه هو شخصيا بايدن على مدى أكثر من عقد من الزمن. إن عودة بايدن إلى التعامل مع الملف العراقي لا تعني بالضرورة العودة إلى سلوك سياسي نفسه. صحيح أنه وفريقه لديهم خبرة واسعة بالتعامل مع ملفات الشرق الأوسط ومنها العراق، لكن للشرق الأوسط اليوم هو نفسه الذي تعاملوا معه، ولا العراق كذلك، ما يفرض عليهم تحديث نظرتهم واستحداث مقاربة جديدة. فقد تغيرت وقائع كثيرة في العراق، أبرزها ثورة تشرين التي أكدت أن تكون الهوية الوطنية هي أساس الحكم، كما أعلنت بشكل واضح الرفض للسياسات التبعية لإيران والمطالبة بإسقاط الفاسدين وزعماء الطوائف الذين كان يعول عليهم في صنع السياسة الأمريكية في العراق. وبذلك يمكن القول إن ملامح السياسة الخارجية لبايدن في العراق لن تكون مكملة لما انتهت إليه سياسة أوباما. إن مرتكزات السياسة الأمريكية في عهد بايدن ستكون الواقعية السياسية وليست الليبرالية المثالية كوسيلة تصاغ بها السياسات الأمريكية خلال السنوات الأربع المقبلة. وعليه فإن المتوقع منه التعامل مع الملف العراقي في ضوء الحقائق الموجودة على الأرض. لذلك ربما تكون الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها العراق هي المفاتيح التي يتناولها مع فريقه لصنع سياسة أمريكية تجاه هذا البلد، كما أن التهيئة الجارية الآن للانتخابات المقبلة قد يعتبرها وسيلة أرسخ لإحداث تغيير في العراق. أضاف الكاتب أن هناك حقيقة مرة في عالمنا العربي، هي أن التعويل على حل قضايانا دائما ما يكون اعتمادا على الآخرين، وهو إعلان واضح على أننا أمة من دون مشروع. أمر لافت أن يراهن الإيرانيون على الإدارة الأمريكية الجديدة للعمل على خلق حالة دفء على صعيد العلاقة المعقدة بين واشنطن وطهران، حتى ولو بقدر محدود يتيح لهم أن يتنفسوا الصعداء.
وذلك بعدما أرهقتهم العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عليهم. عبد اللطيف السعدون رأى في صحيفة العربية الجديد أن الأمر اللافت أكثر هو مسارعة إدارة بايدن لتكليف روبرت مالي، والذي كان له دوره البارز في صياغة بنود الاتفاق النووي للإشراف على الملف الإيراني. إن فصلاً من الدبلوماسية السرية انعقد بين فريق جو بايدن وممثلين عن حكومة طهران في الأسابيع التي سبقت تنصيب الإدارة الجديدة، كان الهدف منه تبادل استجلاء المواقف المتعلقة بالعلاقة بين البلدين والتفكير في حلحلة العقد التي اكتنفتها في عهد ترامب. تشابكت هذه التقاطعات المستجدة مع عديد من تقاطعات أخرى حصلت في المحيط الإقليمي، عكست تحركاً في أكثر من اتجاه، فقد وضع الإيرانيون شرطاً لعودتهم إلى الاتفاق النووي هو أن تعود أمريكا أولاً، وهم بعدها أحكموا حلقات مشروعهم التوسعي الممتد إلى مدن عربية عديدة أولاها بغداد، يسعون جاهدين إلى انتزاع اعتراف بزعامتهم الإقليم في غياب مراكز القوة العربية. الأمريكيون من ناحيتهم يريدون التفاوض على حزمة مسائل الملف النووي والصواريخ الباليستية واليمن وأمن الخليج. لا يحتاج المرء إلى جهد كي يكتشف أن كل هذه التشابكات التي تشبه لعبة كلمات متقاطعة وسط إقليم ملتهب تعكس شعورا حادا لدى العرب بأنهم مستهدفون بشكل أو بآخر، وأن ثمة مخاطر جدية تلوح في الأفق مهددة بلدانهم التي تعاني من جراحات مستوطنة ومحاولات إصلاح خائبة. وقد جاءت جائحة كورونا لتطبق على أبنائها تضاعف جراحاتهم وتزيد من جرعة الإحباط لديهم. وبحسب الكاتب فإنه ليس أمامنا في ظل كل هذه الاستحقاقات سوى أن نعترف بخسارتنا وخيباتنا ومشاريعنا التي تهاوت مع الريح، وأن نتخلص من إدمان انتظار المستقبل من دون أن نهيئ مطالبه ومتطلباته، والخشية من أن تحيق بنا إحباطات أكثر وخيبات أكبر. يوظف الكيان الصهيوني وباء كورونا سياسيا من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وليس أدل على ذلك من منع المصلين لخمسة أسابيع متتالية من أداء صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي باركه الله. مهر أبو طير رأى في صحيفة الغد الأردنية أن الهدف هو فرض السيادة الصهيونية على الحرم القدسي والقول للمقدسيين والفلسطينيين والعرب إن القرار في الحرم القدسي هو للكيان الصهيوني حصرا. إسرائيل تدرك أن منع الصلاة ومنع المصلين من الوصول له آثار اقتصادية واجتماعية أيضا، إذ إن آلاف المحلات التجارية في البلدة القديمة تعيش من حركة الناس ووصولهم إلى المسجد الأقصى، وهذه الإغلاقات تؤدي إلى تدمير البنية الاقتصادية لمن يعيشون في القدس، وخصوصا المقدسيين وأبناء الخليل في المدينة المحتلة. الغاية هنا إسقاط القطاع التجاري وإغراقه في الضرائب من أجل صناعة واقع اجتماعي مترهل وهش وضعيف يؤدي إلى نتائج وخيمة، أقلها بيع العقارات أو السطو عليها قانونياً بذريعة وجود مستحقات مالية على أصحابها لم يتم دفعها لسلطات الاحتلال. آثار الإغلاقات الإسرائيلية على المدينة المحتلة بالنسبة للمقدسيين وبقية الفلسطينيين لن تكون سهلة، لأن الكل يعرف أن الأوضاع الاقتصادية سيئة أساساً، فيما سيؤدي توظيف وباء كورونا من جانب إسرائيل بهذه الطريقة وبذريعة الخوف من العدوى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة تصب لصالح إضعاف الحماية الشعبية للمسجد الأقصى. وهذا يعني أننا مع نهايات العام 2021 سنجد أنفسنا مع وضع أكثر خطورة، حين يتضرر كل هؤلاء بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أهل القدس ومن فيها
من فلسطينيين. وأضاف الكاتب أنه منذ شهر آذار عام 2020 إلى يوم هذا يشهد المسجد الأقصى المبارك عملية إخلاء قسري كبرى، إخلاء للمصلين والمرابطين والزائرين مع خط موازن يقوم على إفقار أهل القدس وتفقيرهم، وهي أخطر عملية في تاريخ القدس، أي محاولة المحو الديني والاقتصادي التدريجي وصولا إلى محو هوية المكان السياسية والاجتماعية. فاجأ العسكر في ميانمار العالم بتنفيذ انقلاب على السلطة القائمة واعتقال قادتها، وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة أونغ سان سو كي، في خطوة عدت مقدمة لتغيير النظام الذي تصنفه الأمم المتحدة واحدا من أسوأ الأنظمة التي تمارس التطهير العرقية في العالم. صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت أن قائد الجيش مين أونج هيلاينج لم يكن غريبا على السلطة، فقد كان قريبا منها ومن رئيسة الوزراء المعتقلة، وكان على خط واحد في ارتكاب كثير من الانتهاكات والجرائم على أقلية الروهينجا المسلمة. طوال السنوات الماضية تجاهل العالم ما يحدث في ميانمار، حيث الاضطهاد الممارس ضد الروهينجا الذي بدأ يأخذ أبعاداً مأساوية في كل يوم. فالقرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء المعتقلة كانت تؤكد عدم اكتراثها بالانتقادات والمناشدات الصادرة عن جهات إقليمية ودولية لمراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الصراع الذي حول حياة عشرات الآلاف من أبناء الروهينجا إلى جحيم. ارتكبت السلطات في ميانمار العديد من الأعمال البشعة التي لا تمت للإنسانية بأي صلة، فالتخلص من الناس هناك كان يتم عبر وسائل عدة، من بينها الإغراق في البحار والأنهار والرمي من شواهق الجبال والحرق والتعذيب، فيما تسببت عملية التهجير القسري التي كان يقوم بها الجيش النظامي وعلى رأسه قائده الحالي الذي تولى مقاليده في عام 2011 ضد الروهينجا بضوء أخضر من الحكومة بتشريد الآلاف من الضحايا، ولا يزال هذا التشريد قائماً ولم يتوقف. لقد تحولت سياسة الاضطهاد ضد الروهينجا مع مرور الزمن إلى سلوك ممنهج عجز العالم عن التصدي له، رغم ما يمتلكه من أدوات الإخضاع للأنظمة المستبدة كحال النظام في ميانمار، بل إن الأمم المتحدة اكتفت بالمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية لتفادي مثل هذه الانتهاكات. أضاف صحيفة الخليج الإماراتية أن الانقلاب لن يغير شيئا من نهج السياسة القائمة في ميانمار تجاه الأقلية المسلمة، فمن الواضح أن الجيش لا يختلف عن النظام المدني السابق سوى أن قائد الانقلاب يحمل رتبة عسكرية، في حين رئيسة الوزراء المعتقلة تحمل جائزة نوبل للسلام، لكنهما يلتقيان على هدف واحد يتمثل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت سمع وبصر العالم الذي يدعي التحضر. لا يترك المسلمون في بريطانيا فرصة لتقدم الصفوف في مواجهة وباء كورونا من دون ترك بصمتهم الخاصة، وكما كان الأطباء المسلمون أول من قدموا حياتهم في مواجهة الفيروس، كذلك يبادر مسجد في مدينة برمنغهام ليكون أول مكان للعبادة عبادة للجالية المسلمة يتحول إلى مركز تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا. كانت خطوة الإقدام على تحويل هذا المسجد إلى مكان للتطعيم باقتراح من القائمين على المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام المعروفة بوجود نسبة كبيرة من الأقلية المسلمة فيها. يتحرك المسجد حاليا على جبهتين، الأولى هي زيادة أعداد المستفيدين من اللقاح من بين كبار السن وخصوصا من غير المتعلمين،
والأخرى هي إطلاق حملات توعية للتشجيع على التلقيح لمواجهة الأخبار الزائفة عن التطعيم وتحفيز المسلمين وغير المسلمين للاستفادة من اللقاح، خصوصا أن أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا هو في صفوف الأقليات. وقد تحول هذا المسجد في مدينة برمنغهام إلى قبلة لعدد من المسؤولين الحكوميين للثناء على المجهود الذي يقوم به القائمون على هذا المركز الإسلامي ولتشجيع دور عبادة أخرى للقيام بالدور نفسه. نبقى الآن المشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى جولة جديدة من صدى الأقلام في الرافدين، في رعاية الله.